اهلا بيكم في برنامجكم كلام من الاخر. انا كنت كل مره يعني بقدم المبادرات اللي موجوده في اسكندريه باننا يعني بشخص انا متواضع والفريق الرائع اللي معايا بنقدم كل مره صوره من صور الجمال في اسكندريه والخدمه المدنيه في اسكندريه. كل مره كنت اتكلم مبادره رد المعروف، تعاون بين المجتمع المدني ومديريه الشؤون الصحيه بالاسكندريه، وزاره التضامن، الجامعه، كليه التمريض، طبعا كل دول تعاون حاجه لمسانده رواد الخبره أهلنا اللي احنا كل يوم لازم نقف قدامهم تعظيم وإجلال ونبوس التراب اللي هم بيمشوا عليه. دي مبادرة إن شاء الله احنا ابتديناها كفريق وإن شاء الله بنكملها وبيكم وبتشجيعكم. طبعا أنا معايا القيادة في المبادرة. المبادرة الثانية فنانين هاند ميد لمساندة أهلنا وفنانين صناع الهاند ميد في اسكندرية، وإن شاء الله الطلب متقدم قدام سيادة المحافظ له كل إجلال وتكريم وشكر مننا طبعا كمجتمع مدني. إن شاء الله هنعمل شارع الهاند ميد مساعدة اليوم. عايز أشكر المجتمع المدني لأن ده قلنا مثلا السلطة الخامسة السادسة السابعة، السلطة المجتمع المدني، المجتمع المدني بيساعد مؤسسات الدولة، سيادة الرئيس وتوجيهاته إن المجتمع المدني طبعا بيشارك في كل حاجة. إحنا طبعا كشعب مؤمن متقي الله بيعمل بصمت وصبر وشرف، لازم نساعد بعض واحنا كلنا بنهور على بعض الطريق. طبعا مبادره رد المعروف مبادره جميله معايا كل اقطابها ينقصها بس، ويعني قال لي وصاني طبعا الفنان علي هبه الفنان المسرحي اللي معانا في كل حاجه بفنه بمسرحه الجميل بيساعدنا في المبادره دي. المجتمع المدني طبعا كل جروبات المجتمع المدني لهم الشكر طبعا، مش عايزه انسى حد. احنا كلنا كمجتمع سكندري بنتعاون عشان نعبر بمصر، ومصر حكيمة سيادة الرئيس لهم مننا كل شكر لأن مصر إن شاء الله لها الصدارة في كل حاجة. مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا. شكر خاص لسيادة المحافظ اللي هو الجميل رجل الشارع الخدوم الخلوق اللي هو محمد الشريف، اللي الصراحة الحمد لله هو معانا وإحنا معاه. إن شاء الله اسكندرية عروس البحر وهتفضل عروس البحر، جمال البحر. شكرا أمي الغالية الدكتورة داليا غبريال إحدى رائدات المجتمع المدني والمبادرات الخيرية بمحافظة اسكندرية، وإن شاء الله تكون على سائر محافظات مصر بإذن الله. حضرات السادة المشاهدين أهلا وسهلا بكم معنا، ولقاء يتجدد دائما وحلقة جديدة من برنامجكم كلام من الآخر. في إطار تتابع نجاحنا وتفاعلنا مع الجمهور، تفاعلنا مع مشاهدين برنامجنا، حابين دايما إن احنا نقدم لكم كل ما هو جديد في العمل الخيري، في العمل الخدمي، في العمل التطوعي، في مشاركات شبابية في العمل العام، أسوة بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أنا من مكاني هنا من هذا المنبر الإعلامي بقدم له كل التحية وكل التقدير، رئيسنا المفدى وزعيمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول له دايما ربنا يوفقك يا رب كده، والى مزيد من الدعم لشباب مصر ولرجال مصر ولنساء مصر، لكل مواطن مصري سواء داخل مصر او بره مصر ينال قسط من دعم سيادتك ليه. بقول مساء الخير لسياده المحافظ النشيط سياده اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه النشيط، انا بسميه محافظ اسكندريه النشيط نظرا لان هذا الرجل منذ توليه المسؤوليه يمكن ما قعدش في مكتبه ولا استقبل حد ولا مراسم استقبال ولا 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 اي حاجه، دايما متواجد معانا في الشارع السكندري، دايما في الجهات التنفيذيه، مرور ميداني على الشوارع، فوجئنا بيه في كذا مكان شعبي، فوجئنا بيه بحملات تفتيش على بعض القيادات التنفيذيه والمعنيه بمحافظه اسكندريه. ربنا يديم عليك الصحه وتفضل دايما بحاله النشاط دي وتفضل دايما منورنا في الشارع السكندري وفي الجهات التنفيذيه السكندريه، وتفضل دايما كده مصدر دعم ومصدر مسانده لينا جميعا. في تنويه صغير انا حابب ان انا انوه عليه قبل ما نخش في صميم البرنامج. برنامجكم كلام من الاخر فكره واعداد وتقديم امي الدكتوره داليا غبريال ومحمد اسعد قاسم، عشان انا يعني معظم جاتني مكالمات كتير ورسائل كتير على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه ببرنامجنا ان البرنامج ده يعني ليه عده اطراف اخرى. لا، البرنامج ده احنا بنقدمه من خلال هذا المنبر الاعلامي قناه الصحه والجمال، هذه القناه الموقره المعروفه، وهذا البرنامج فكره واعداد وتقديم دكتوره داليا غبريال ومحمد اسعد قاسم. في اطار تفعيل مبادرات الخير اللي بتتم في مصر اسوه بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيل دور الشباب في عموم العمل العام والاثار الايجابيه الناتجه عن من نجاح اي مبادره بيتم تفعيلها في المجتمع المدني، بيسعدنا النهارده ان احنا نتناقش ونتناول ونتحاور في اطار مبادره نجحت وسمعت في سائر مصر وحاز على حزوها بعض القيادات المجتمعية في بعض المحافظات الأخرى نظرا لنجاحها في اسكندرية. فاحنا النهاردة بصدد التخاطب والتحدث
في مبادرة رد المعروف بالإسكندرية لرعاية المسنين فيما فوق ال 65 سنة، ولم نجد أكثر جدارة وأكثر صراحة من القائمين على العمل بهذه المبادرة الكريمة المحترمة اللي نجحت واللي سمعت واللي كان ليها أثر إيجابي في سائر محافظات مصر. بيسعدني ويشرفني أن يكون معايا ضيوف اليوم في هذا البرنامج. بنرحب بضيوفنا في هذا البرنامج النهاردة، ولكن هنقدم الضيوف بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مشاهدين. عدنا إليكم بعد الفاصل وحديث ممتع وشيق للغاية في إطار تفعيل مبادرة يعني أنا عايز مهما بقول ومهما أتكلم ومهما هتكلم، مبادرة رد المعروف مبادرة حسستني بمدى غلاوة أبويا عندي، حسستني بمدى غلاوة أي راجل مسن أو أي سيدة مسنة عني. هذه المبادرة الإنسانية من الدرجة الأولى. بيسعدني النهاردة أن أنا يكون ضيوف الشرف معانا في استوديو قناة الصحة والجمال برنامج كلام من الآخر القائمين والقيادات الخاصة والمشرفة والمسؤولة والمنفذة لمبادرة رد المعروف. أهلا وسهلا بكم يا جماعة، بيسعدنا أن احنا يكون معانا ضيفة البرنامج الدائمة الدكتورة أمل جابر. أهلا وسهلا بيك يا دكتورة، نورتيني النهاردة للمرة الثانية، ونشكرك على تلبيتك الدعوة وحضورك النهاردة. أستاذة أشجان عجيبي، أهلا وسهلا بيك من قيادات وزارة الصحة طبعا في اسكندرية، ومن القائمين على العمل بمبادرة رد المعروف. دكتورة دلال عبد الحليم علي، شرفتيني يا دكتور وكتر ألف خيرك على مجهودك الرائع اللي احنا هنوريه لحضرات السادة المشاهدين دلوقتي بالفيديو طبعا، ونعرفهم انتوا عملتوا ايه والنجاح اللي انتوا حققتوا ايه. الدكتورة صبرين أحمد السقا، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، نورتينا النهارده في برنامج كلام من الآخر. حضرتك وشكرا لضيافتكم الكريمة. حقيقة يعني مبادرة هايلة جدا 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 جدا، إن أوحد بشيء توحي على قدر الإنسانية اللي موجودة في المواطن المصري، وقد إيه في مواطنين مصريين شرفاء بيحزوا على حظو رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا جماعة إحنا تعودنا على الكلام ده كله، مش من نفسنا إحنا ما اخترعناش قصة المبادرات. إحنا قبل 2011 ما كناش بنسمع عن حاجة اسمها مبادرة. كلمة المبادرة دي إحنا سمعناها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولازم نحزو على حظوه، لازم نقلد الراجل ده في عمل الخير اللي بيعمله. مبادرة رائعة من قيادات تنفيذية وقيادات طبية بمديرية الشؤون الصحية في اسكندرية وتحت إشراف وزارة الصحة، وأنا من هنا من مكاني بنتهز هذه الفرصة بوجه شكر كبير نيابة عن شعب اسكندرية لمعالي الدكتورة هالة زايد وكيلة وزيرة الصحة بجمهورية مصر العربية، وشكر خاص مني للأستاذ الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة باسكندرية، والأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عميد كلية الطب وعميد كلية التمريض، والسيد اللواء محافظ الإسكندرية، وشكر خاص لوزارة التضامن الاجتماعي. وحترك الحديث لأمي الدكتورة داليا غبريال تقدم ضيوف المبادرة النهاردة وتبدأ الحوار معاهم. أنا اتشرفت أن أنا جزء ضعيف جدا من هذه المبادرة. طبعا أنا بشكر الدكتورة دلال علي، لان انا عرفتها الصراحه حاجه يعني مشرفه، نموذج للطبيبه السيده المشرفه القائده اللي انا بتعلم منها. شكرا استاذتي دكتوره دلال. طبعا حضرتك وحضرتك تحكي كده ازاي حضرتك كنت في المملكه السعوديه وحضرتك نقلت خبره وعملتي كوبريشن تعاون بين مصر والمملكه السعوديه. اتفضلي يا دكتورتي. الحقيقه انا سعيده اني موجوده معاكم النهارده في الحوار. اقدم الشكر والتقدير لاسره البرنامج. بالنسبة لموضوع المبادرة والدافع القوي اللي خلانا نسعى فيها، الأستاذ الدكتور علاء عثمان حينما جيت من المملكة العربية السعودية، أنا بشتغل بقى لي 4 شهور بس في مصر، لكن حوالي 22 سنة في وزارة الحرس الوطني، في وطني الثاني يعتبر بالنسبة لي المملكة العربية السعودية. العربية احنا أسرة كبيرة، أسرة عربية كبيرة. لما جيت دكتور علاء قال لي دكتورة، شاف البرامج والحاجات، قال لي دكتورة احنا حابين نشوف الرؤية والخبرات اللي عندك ممكن تفيدي بيها ايه بالنسبة لنا في مصر. الحقيقة يعني كلمة شكر وتقدير لدكتور علاء، يتبنى التطوير ويتبنى الخبرات ويقدم الدعم بلا حدود. طبعا. فكان متابع معايا الفكرة إزاي نبدأ العمل، إزاي نقدم البروتوكول والخدمة المتكاملة بالنسبة لكبار السن. طرح لهذا الموضوع كان بناء عن خبرة طبقتها بالفعل بوزارة الحرس الوطني مدينة الملك عبد العزيز والمراكز الرعاية الصحية. كنت مقدمة برنامج بالتعاون مع أسرتي وأهلي في المملكة العربية السعودية. أقدم الشكر، أنتهز الفرصة وأقدم لهم الشكر والتقدير، أساتذتي الأفاضل الأستاذ الدكتور بدر الخطيب، الأستاذ الدكتور علي الفرحان رئيس قسم
الطب الأسرة والدكتور باغي الخطيب وكل كلية الطب، وكان راعي البرنامج وقتها. الحقيقة يعني اتطبق، والدكتور هاشم بالبيض رئيس قسم الأمراض المسنين بالرياض. الحقيقة بتفاعل هذا العمل الجماعي طلع برنامج كان جيرياتريك، واللي هو صحة المسنين، ومطبق هناك بتقنية عالية جدا ومستوى عالي قوي. من خلال الخبرات دي دكتور علاء قال يعني يا ريت يا دكتورة يبقى الفكر ده موجود ونبدأ ان احنا نطور نطبقه في مصر. الشيء اللي انا عجبني بقى لما جيت هنا مصر، لقيت مصر بتقود مبادرات قوية جدا على مستوى الجمهورية من اولها لاخرها، ودي يعني بصراحة بنحيي فيها القيادة العليا، الوزارة الصحة، رئيس السيسي، المبادرة صحة المرأة على مستوى جمهورية مصر العربية بضخامة هذا العمل. انا قلت الكلام ده في اكتر من مرة، هذا العمل ضخم على مستوى جمهورية مصر، ان تطلع مبادرة بهذه الصورة ده عمل يعني قلته جبار قوي جدا على مستوى العالم، يعني يكاد يكون انك تشملي الجمهورية كلها في صحة المرأة. قبلها ما كنتش موجودة في مصر، كان صحة اكتشاف الفيروس سي. يس 100 مليون صح. لدرجة انه لفت النظر هناك قال نضيفه للبرنامج هناك، بس هم يعني بالنسبة لهم لا يهم المملكة بالنسبة لهم. فالحقيقة دكتور علاء تفضل مشكور، قال لي دكتورة أنا أحب نعمل حاجة اسمها تطوير، مكتب تطوير وفريق تطوير، وحضراتكم تتجمعوا وتبدأوا تشتغلوا وأنا معاكم. هو طبعا لم يبخل لا بالفكر ولا بالتوجيه ولا بالدعم ولا بأي حاجة، يعني كل حاجة كان داعم فيها الحمد لله رب العالمين. دكتورة دلال اسمحي لي أن أستوقف حضرتك في نقطة طرقت على بالي، هل مكتب التطوير ده نسبة الشباب العاملين فيه قد ايه بالظبط؟ هو حضرتك اجمالي 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 طاقم العمل بهذا المكان، يعني اللي شغال معايا انا حاليا في الفريق ما شاء الله تبارك الله كلهم شباب، كلهم شباب، واللي تعاون معانا من الجهات الاخرى الاداريين اللي موجودين في المديريه هو يعني يعتبروا في المرحله العمريه بتاعتي او يقربين مني، لكن شباب برضه لكن ليهم المسؤوليات، يعني في ادارات طبعا وقفت معانا ودعمت معانا من المديريه، مش هنقول شباب لكن في ايدهم سلطه بيمشي لك الامور بيسهل لك التطبيق. قيادات طبعا. لكن يعني القياده العليا التوجيه كله دكتور علاء، هو كل حاجة الخطة دكتور علاء، التطوير دكتور علاء، الكلام كله دكتور علاء عثمان. يعني الفكرة جاءت ان احنا نعمل التعاون ما بين قيادات اخرى، قيادة عميد كلية الطب دكتور احمد عثمان، وقيادات كلية التمريض، قيادات وزارة التضامن، الحقيقة كلهم تعاونوا تعاون ايجابي. انا هتكلم من نقطة تخصني الناحية الطبية، الرؤية كانت ان انا عايزة اقدم للفئة العمرية وهي فئة كبيرة مش قليلة ولا تقل اهمية عن فئة الاطفال وفئة المرضى وصحة المرأة. لما نيجي نتكلم عن صحة المرأة وتعمل لها مبادرة 100 مليون صحة للمرأة والكشف المبكر عن اورام الثدي على مستوى جمهورية مصر، هذا العمل يعني يوازي لي صحة المسنين من رؤيتي انا ومطابقتي انا لما رايته من خبرات وما ارى. لا استيل احنا محتاجين بحاجه الى تعديل وتطوير واستكمال الصوره الموجوده حاليا، ان كانت مش موجوده يعني في كل مكان بالنسبه لمحافظات مصر، فاحنا هدفنا نوجدها في كل محافظه من محافظات مصر، في كل قطاع طبي من محافظات مصر تاخذ هذا المسمى. لما بحثنا وجدنا ان كليه الطب فيها وحده طب المسنين تراسها الاستاذه العظيمه الدكتوره عزة حسن اللي دعمتنا دعم قوي جدا وادتنا من الفريق الطبي اللي كان واقف معنا في القوافل، هي دي وحدة طب المسنين. فيما عدا ذلك المسمى العام للخدمات الصحية في مصر للمسنين لم يندرج تحت مسمى صحة المسنين أو الطب المسنين. طب المسنين عالميا ده برنامج معروف عالمي، وهو بيدل على تقدم الدول، والدول المتقدمة هي اللي ترعى الفئة العمرية طبعًا دي، لأنها بتستمر تنتج وتحافظي على صحتها إلى أقصى فترة عمرية ممكنة. رواد الخبرة طبعًا. الرؤية كانت وتبادلتها مع الزملاء في الفريق ومع القيادة في المديرية الدكتور علاء وبقية الإداريين، إن هو لابد من إن احنا نحط structure plan، يعني خطة متكاملة عالمية تمشي على المقاييس والمعايير العالمية. زي ما اتعلمت وزي ما اتعودت ان انا بشتغل بمقاييس ومعايير عالمية، لابد ان احنا نحطها بالصورة المتكاملة ولا ينقصها شيء، وان احنا نطوع الامكانيات لخدمة البرنامج بصورة متكاملة. الخدمات الصحية بالنسبة لصحة المسنين لازم يتحط لها البروتوكول الصحي العالمي اللي هو يحط يضمن الخدمات كاملة متكاملة من الناحية العقلية الذهنية
الإعاقات البدنية وأيضا الأمراض المزمنة. إحنا يمكن بنتناول هنا في مجتمعنا الأمراض البدنية، السكر والضغط والقلب، لكن هي في أمراض أخرى كتير جدا، يعني حاجات كتير جدا من الناحية الصحية اللي لابد أن تتكامل كخطة صحية متكاملة، اهتمام شامل بالمسلم. فدي كانت رؤيتي، وافق عليها الإدارة، وافق عليها سعادة وكيل الوزارة، وقال ده كلام جميل نشوف نطبقه إزاي، وبدأت فكرة تنتشر إلى الفريق هاو تو أبلاي، إزاي نحن نطبق الصورة دي. واتطبقت الحمد لله رب العالمين، وكان ليها أثر فعال، ولسه مستمر، يعني لسه أثر فعال جدا، وكان ليها كان ليها بجد يعني كانت مبادرة رائعة. مبادرة من اسمها رائعة وتنفيذها رائع، والقائمين على العمل فيها من قامات العمل التطوعي والعمل المجتمعي في اسكندرية، ونتمنى من الله عز وجل ان احنا يعني نرى المزيد من قيادات وزارة الصحة، وخصوصا هذه الوزارة المظلومة دايما دايما اللي عليها أعباء كتير، يعني احنا عايزين المزيد بإذن الله. هنتنقل مع ضيفتنا الكريمة كلهم. انت خلصت دلوقتي، انت يعني خلصت القامة بتاعتنا طبعا، كل بقى الباقي شباب. الدكتورة صابرين. دكتورة صابرين انا عايز اعرف حاجة بقى انسانية من الدرجة الأولى. احنا الدكتورة كلمتنا عن المبادرة، كلمتنا عن ازاي جت الفكرة، كلمتنا عن الرؤية المستقبلية، كلمتنا عن آليات فيما بعد تنفيذ هذه المبادرة. انا عايز اعرف بقى ايه هو التأثير النفسي باندماج روح التعاون مع الشباب مع القيادة في العمل المجتمعي، وازاي ده اثر على نجاح المبادرة من وجهة نظر حضرتك. حضرتك السبب الاساسي لنجاح المبادرة دي هو التعاون ما بين افراد الفريق وكمان المؤسسات المختلفة. صح. احنا كان قبل تعاون الفريق كان قصادنا فوجئنا بموافقة كل المؤسسات اللي عرضت عليها الفكرة، وتعاون كان بارز جدا من خلال تعاون مديرية الشؤون الصحية مع كلية الطب برئاسة دكتور احمد عثمان، كمان كلية التمريض، مديرية التضامن. تعاون كان مثمر جدا، هو ده كان سبب من اسباب نجاح المبادرة. بالنسبة بقى لتعاوننا كفريق، توجيهات دكتور علاء كانت لينا كانت مثمرة جدا، زي ما دكتورة دلال أشارت قالت لنا أن دكتور علاء دعم المكتب كله بقيادات شابة، كان القصد منها أن تطوير الخدمة واقتراح أفكار جديدة. دكتورة دلال فادتنا بالمادة العلمية جدا بسبب تطبيقها في المملكة السعودية. أنا استفدت منها وأنا بتعلم، وكان إرشاد وتوجيه رائع. كمان مش بس على المستوى العلمي، كمان دكتورة دلال كانت بتحتوينا كأخت كبرى لينا، مستوى الأخلاقي احنا بنتعلم منها، مستوى الأخلاقي طبعا. بجد هو الدور في المبادرة مش بس دور ما كناش بنقوم بيه كدور وظيفي، احنا بالعكس ده هو خلانا نتوجه كمان لدور التطوع، حبنا ان احنا نشارك كمجتمع مدني. ودي صحيح. كانت انا دايما بقول احنا ما بننزل الدور، الناس هناك بتقول لنا انتوا اسعدتونا بوجودكم، لا احنا بنقول لهم انتوا اللي بتدونا طاقه تساعدنا وتخلينا نقدر نكمل على بقيه الاسبوع. احنا بنطلع من هناك بكميه سعاده بوجودنا معاهم، كم من الطاقه الايجابيه. طبعا كم من الطاقه الايجابيه لا يحصل. فبجد دكتور علاء احسن اختيار الفريق، فروح النجاح دي ناتجه من اختيار جيد لقائد جيد وافراد كلهم متعاونين، وبجد كلهم بيخدموا نفس الفكره، هي فكره واحده بس، توعيه تعزيز صحه روادنا. طبعا طبعا هي المبادره الحاجه الجميله اللي فيها ان هي خاصه كبار السن، وكبار السن دول مين؟ ما هم دول يعني بابايا وعمي وخالي وجدي وجاري والمجتمع. احنا بعد كده لولاهم احنا ما كنا. هنرجع لضيفتنا الاستاذه اشجان. استاذه اشجان انا عايز اسال حضرتك سؤال شخصي بعيد، يعني احنا يمكن سؤال الدكتوره دلال وسؤال الدكتوره صابرين اشار للحيثيات الاداريه مبادئ المبادره وازاي قامت وفكرتها جت ازاي. انا عايز اسال سؤال شخصي ليكي كمواطنه مصريه، المبادره دي اضافت ليكي ايه؟ ايه اللي انت استفدتيه من مشاركتك الفعاله في مبادره رد المعروف؟ لا هي اضافت ليا كتير بصراحه. انا عايز اعرف اضافت ليكي ايه. اضافت ليا كتير بجد. اول حاجه اضافتها ليا طبعا استمتاعي بالعمل مع استاذتي الجميله دكتوره دلال ودكتوره صابرين، اللي هم يعتبروا اللي هم اعمده المبادره بصراحه. طبعا بتوجيه من دكتور علاء عثمان وكيل وزاره، فبصراحه استمتعت بالشغل معهم جدا. فريق متعاون، فريق جميل، كان في نوع من الاستمتاع بالعمل. صح. مش مجرد ان هو عمل. بالاضافه لحاجه حلوه قوي في الموضوع اضافته ليا، دخولي دور المسنين.
والتعامل المباشر مع الناس ديت. يكفي ان انا في الاخر كنت بطلع بدعوه حلوه من قلب اب او ام يعني طالعه من القلب طبعا. فدي طبعا كانت اكبر اضافه ليا يعني بجد، كنت بطلع من هناك حاسه ان اليوم حلو، ان انا عملت حاجه، انهم ساعدوا بيا وانا ساعدت بيهم. فبجد ربنا يقدرنا ونقدر نعمل الاكتر. بارك الله فيكم جميعا يعني، بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله. فريق رائع ناجحه. هنرجع بقى لضيفتنا الدائمه والضيفه الثابته لينا في برنامجنا كلام من الاخر، الدكتوره امل جابر. دكتوره امل، حضرتك الحلقه السابقه ليكي معانا احنا اتكلمنا عن نشاطك المجتمعي في العمل العام ونشاطك الطبي كطبيب كدكتوره وكمديره علاقات تسويق بشركه سيديكو للادويه، وعرضنا يعني فيديو يعني بينوه عن نشاطك في العموم العمل المجتمعي، وانا حقيقه انت نموذج انا شخصيا افتخرت بيه وشعرت معاه بشهاده فخر ليا انا والدكتوره داليا، ومن ساعتها اصرنا انت تكوني معانا هنا. انا عايز اعرف من حضرتك حاجه، انا النهارده مش هكلمك عن مبادرات، انا عايز استفيد منك. ايوه نستغلك. دور حضرتك كمدربه تنميه بشريه تمام في اطار شغلك في العمل العام، لما بتيجي حضرتك تشاركي في مبادره، انا مش عايزك تكلميني كطبيبه او كدكتوره، لا انا عايزك تكلميني كمدربه، انا عايز اشارك في اي مبادره تمام، عايز استفاد منك. اولا انا احب اشكركم على استضافتكم ليا مره ثانيه، ده لي اضافه ليا بامانه. طبعا يعني انا هتكلم كدوري كمدربه، بس قبل ما ابدا احنا دورنا لا يقل في المبادره عن ان احنا بنتجه للكبار السن، دول ابائنا واجدادنا واحنا هنبقى في مكانهم في يوم من الايام. الحاجه الثانيه سيديكو شغاله برضو على الشباب، احنا 60% من مجتمعنا بيمثل الشباب المصري، اخر احصائيه طلعت بتقول ان حوالي دي من البيزنس ريفيو ريسيرش قالت ان 72% من الشباب اللي بيتخرجوا بيشتغلوا في مجال غير مجالاتهم. وطبعا سبحان الله ربنا قال في كتابه العزيز وقل ربي زدني علما. مبادره سياده الرئيس السنه دي سمي عام 2019 هو عام التدريب، علشان يقدر يسد الفجوه ما بين مخرجات التعليم وما بين احتياجات سوق العمل، ويطلع كوادر قادره على سد احتياجات الفجوه دي بطرق تعليميه غير تقليديه علشان نخرج من المألوف. فبنبدا دورنا بالشباب بحاجه اسمها الادوبشن لادر اللي هو سلم التكيف. ابدا من الشاب بحاجه اسمها الان اويرنس، هو ما يعرفنيش ولا يعرف شركتي ولا يعرف انا بعمل ايه معاه ولا عارف هو عايز ايه، فابدا اعرفه انت مين من الاصناف بتاعه الناس. في يعني ثلاث اصناف. حضرتك تقولي لي ان دور حضرتك كمدربه تنميه بشريه ده كمان بيعتمد على كيفيه وضع اليه للشاب لكي يتاهل لدخول سوق العمل. بالظبط يا فندم، من اول البحث عن الذات، هل هو في انهي صفه من الثلاث شباب؟ هل هو من الشباب اللي هو مش عارف هو عايز ايه ولا بيعمل ايه، وده بنلاقيه في الناس الاندر جرادويت اللي لسه ما اتخرجوش، ولا هم من الشباب اللي عارفين هو عايز ايه بس خايف، كلمه خايف دي هبدا اشتغل عليها، ولا هم من الشباب الناجحين اللي اوريدي واصلين ولازم اقف معاهم في التراك علشان يقدر يكمل طريقه؟ بقدر اشتغل مع الثلاثة دول علشان اقدر اطلع منه زي ما دكتور صابرين قالت، يبقى عارف هو رايح فين، عنده هدف واحد. لو حضرتك عندك هدف واحد هتقدر تحقق اللي انت عايزه، لو حضرتك عارف دماغك بتفكر ازاي وتقدر تستغل التفكير. بالظبط. في عالم اسمه ألفرد هيرمان، ألفرد هيرمان ده عمل حاجه اسمها بوصله التفكير، وعام 1964 خد جايزه نوبل. قال ان مخ الانسان مقسم لجزئين، وهو الفص اليمين والفص الشمال. اي انسان فينا والعقل اللي هو سبحان الله ربنا ميزنا بيه، وفي اكتر من 100 ايه في القران بتدعو للتفكير، افلا يتدبرون افلا يعقلون اولي الالباب، كل ده ليه؟ علشان اهميه التفكير في حياتنا. نرجع للجزء اليمين من مخ الإنسان، وهو إن الجزء المسؤول عن العواطف والمشاعر والأحاسيس والصور وذكرياتي. نيجي للجزء الشمال وهو المسؤول عن الفاكتس، المنطق، العلم، المواد اللي أنا بدرسها في حياتي. كلنا عندنا الجزء اليمين والجزء الشمال. ليه في ناس ده عندها دومينانت بيقدر يفتكر اكتر من ناس، في ناس تانية عندها مواهب اكتر؟ لان هم قسموا على اساسها ان الاصناف بتاعه البشر اربع اصناف. الصنف الاول هم الناس التحليليون، الناس اللي دايما لازم تتكلمي معاهم بالمنطق، تقدم لهم دايما دوكيمنت. وفي الناس التنفيذيين، الناس اللي دايما تحطيهم على ارض الواقع، الناس اللي تاخدي منها اوت بوت. وفي الناس الاجتماعيين، الناس الاجتماعيين دول اللي تنزليهم في المبادرات وتنزليهم في الانشطه الطلابيه وتقدري تطلعي منهم في اوت بوت يقدر يفيد مجتمعهم. وفي الناس الابداعيين، الناس المبدعين في حياتنا اللي بيقدروا يطلعوا افكار غير مألوفة بالمصادر المتاحه. وطبعا يعني الفيديو هيكون اكتر شاهد على هنشوف حضرات الساده المشاهدين دلوقتي. احنا المره اللي فاتت استمتعنا بعض الدقائق كده لنشاط الدكتورة أمل جابر كنموذج مشرف لشباب مصر والأنسات مصر. أنا النهاردة مصر أن أنا أشوف حاجة تانية جديدة النهاردة. أيوة. عن الدكتورة أمل جابر. ففاصل لنرى
نشاط الدكتورة أمل جابر كما تعبير وتجسيد حي لشباب مصر وأنسات مصر. رجعنا تاني دكتورة أمل، نموذج مشرف للطبيبة الجميلة الإنسانة اللي فعلا نموذج مشرف للشباب. ربنا يخلي حضرتك، أنا سعيدة جدا ويا رب يكون الفيديو عرض حاجة بسيطة من اللي احنا بنقدمها للشباب من التدريب الميداني والتدريب الفعلي، واحنا بننزل داخل الكليات بنعلمهم ازاي تأهيل تربوي تعليمي بأسس علمية علشان يقدر يواكب العصر. وعايزة أشكر أستاذ محمد نجيب اللي عاملين الفيديوهات الجميلة دي ومرسي جدا. طيب حبيبتي، عايزة أشكر الدكتور رامي السيد لأنه برضك من شباب الأطباء اللي بيساعدنا، صحيح هو ما بيظهرش قد كده عشان وقته، لكن طبعا عايزه اسال بس في عجاله، في عجاله تبتدي الدكتوره دلال مصداقيه الرئيس السيسي في تفعيل البطولات. نجحت ولا ما نجحتش؟ لا طبعا انا قلت في اول البرنامج احنا عاملين اول مبادره رئيس عبد الفتاح السيسي عمل صحه المراه على مستوى المقولة، ده عمل جبار، وانا اتوقع وانتظر ان شاء الله رؤيتي المستقبليه ان هذه المبادره تفعل على جميع المحافظات وبعدها تثبت الخدمه ثابته في المراكز الصحيه والمستشفيات 100% ان شاء الله. دكتورة سابين نجحت نجاح مبهر، وكمان بقى في شهادات عالمية دلوقتي للمبادرات تبع لينا حضرتك. المبادرات احنا كمان اسمحوا لي بس اتوجه ليهم للرئاسة بالشكر على عدد المبادرات اللي طبعا بيسعى لتحقيق خطة 2030 في التنمية المستدامة لتغطية تأمين صحي شامل لكل المواطنين. نأمل إن شاء الله عن قريب إن هو يتم تفعيله عندنا في محافظة الإسكندرية. شكرا على المبادرات الرائعة ديت، وإحنا في انتظار المزيد إن شاء الله. أستاذة أشجاني، كان في برضو مبادرة فيروس سي. حلو جدا. 100 مليون صحة. طبعا طبعا احنا عملنا ضجه عالميه. طبعا احنا في ناس كنا نعرفها هم تفاجئوا بان عندهم الفيروس وتعالجوا منه الحمد لله. طبعا سمعت على مستوى العالم كله طبعا كويسه جدا. يعني رئيس السيسي اثبت مصداقيه في تعامله وتفعيله من المبادرات والمشاركات الشبابيه في العمل العام. طبعا دكتوره امل، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا مش عايز اسالك انت هل فعلا في مصداقيه في تفعيل دور الشباب في ظل عهد الرئيس السيسي، لان احنا شفنا والمشاهدين شافت ومصر كلها شافت. بس انا عايز اسال حضرتك على حاجه، حضرتك استفدتي من مشاركتك المجتمعية والتدريبات التنمية البشرية والكورسات اللي انت خدتها ان انت تقدري تتخذي القرار؟ انا عايز اقول لحضرتك انا اكتر حاجة المبادرات واللي خلتنا نشوفها ونلمسها على ارض الواقع خلتنا نرجع لانسانيتنا، انسانيتنا كشعب فقط انسانيته في مرحلة من المراحل في ظل الحياة. صحيح. رجعتنا ان احنا نعرف نتعامل ونأثر مع بعض. اتخاذ القرار طبعا، لان التفكير السليم من غير اتخاذ قرار وجوده على ارض الواقع مش هيبقى ليه اي قيمة. فاتخاذ القرار هو عنصر اساسي في انجاز المهام علشان اقول ان انا عقلي تفكيري سليم. واعتقد ان الفيديوهات اقوى شاهد على طبعاً اتخاذ القرار بالافعال، لان يبقى الكلام كلاما الى ان يتم على ارض الواقع سلوكه. دكتوره دليل، اقول بس حاجه في حق مصر، انا ومن ساعه ما جيت وانا بقولها مصر متوجهه بقوه نحو الصحه التعزيزيه واكتشاف المبكر للامراض. ده قمه التطور اللي مصر بدات فيه في المجال الصحي. طبعا يعني الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للقيادات العليا الرئيس السيسي والقيادات الوزاريه في وزارات الصحه والكلام كله. يعني بصراحه مصر اخذت خطوات قويه جدا في زمن قليل، يعني احنا يعني انا سمعنا بالكلام ده بزمن قليل. اوكي، عايزه بس الاول ان شاء الله استكمالا للمبادره بكره ان شاء الله لينا في دار الهدايه، هنطلع من ان شاء الله دار الهدايه مع القافله الطبيه اللي عاملاها دكتوره امل مع نقابه الصيدله. فدي حاجه مشرفه، حاجه مشرفه. يا ريت الناس تشاركنا في اسكندريه، يا ريت الناس تشاركنا. اتفضل يعني نورونا في اسكندريه، هنكون في المنتزه في دار الهدايه وهنطلع منها على العجمي. يا ريت كل اللي يقدر يجي يشارك بدوره يقدر يقدم للكبار السن دعمه ان شاء الله بضحكه بابتسامه. يعني ربنا جعل في ديننا الابتسامه صدقه طبعًا. صدقه على طبعًا. فصدقني هتدخل السرور على قلب انسان وهتحس بقد ايه دور العمل المجتمعي الفعال طبعا. حتى عندك مشاكل هتتنسى. في النهايه احنا تعودنا وعهدناكم وتوعدنا لحضرات الساده المشاهدين من البدايه ان برنامج كلام من الاخر، زي ما الدكتوره داليا قالت وزي ما اخوكم محمد قال، ان البرنامج ده برنامج خدمي مش برنامج توعوي بس. ومن خلال اتصالنا المباشر بمشاهدين برنامجنا وبروادنا وبكل اللي بيشوفنا في سائر انحاء مصر وفي سائر محافظات مصر، احنا على تواصل مع مشاهدينا دائم وبنعرض خدماتنا على كافه الساده المشاهدين. وصلنا على صفحه البرنامج على صفحات الفيسبوك احدى شكوى لاحد المواطنين من محافظه الاسكندريه، وهو يعني انا شايف ان هو وقع عليه ظلم،
لان طبعا لما يجي الاخ محمد ابراهيم محمود عبد الغفار من اهالي دايره كرموز من اهالي منطقه غيط العنب، بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه ومعين بعقد مؤقت في شركه مياه الشرب على مدار 7 سنوات، واخيرا وبعد وصوله لدرجه باحث ثالث تتعمل مسابقه لتعيين باحث ثالث من الشركه للقائمين على العمل بالشركه، وبعد حصوله وتهنئته على وتقديره على نجاحه في يستبعد من المسابقه. طب احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ايه؟ يبقى احنا استفدنا ايه؟ احنا قاعدين مع حضرات الساده الاطباء ومع قيادات تنفيذيه اخرى وبنقولوا يا جماعه شوفوا رئيس الدوله بيعمل ايه؟ رئيس الدوله اللي فعل جهاز الرقابه الاداريه بعد ما كان جهاز متوقف تماما وعطلان. صحيح صحيح. رئيس الدوله اللي بيكافح الفساد في كل مؤسسات الدوله. رئيس الدوله اللي بيجيب حق المواطن وحاسس بالمواطن وبينزل للمواطن في الشارع. رئيس الدوله اللي حريص كل الحرص على دعم الشباب. رئيس الدوله اللي بيحب اهل مصر، اللي بيدافع عن اهل مصر، اللي قضى على الارهاب في مصر. يا جماعه هو رئيس الدوله هيمشي في اتجاه، واي موظف في اي جهه رسميه هيمشي في اتجاه اخر يبقى انت بتضر البلد. الراجل ده صاحب حق. انا بناشد السيد الفاضل المهندس المحترم رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب بالاسكندريه بالنظر لموضوع محمد ابراهيم محمود عبد الغفار الذي يعمل بعقد مؤقت لمده 7 سنوات متتاليه بالشركه طرف سيادتك، ليه تم استبعاده من هذه المسابقه؟ احنا ضد الظلم، احنا بنحظو على حظو سياده الرئيس تفعيل دور الشباب، مبادرات ناجحه، نشاط رائع، واحنا دايما واجبنا كاعلاميين وكمجتمعيين ان احنا نظهر هذا الكلام وان احنا نعبر عن هذا الكلام وان احنا نساند هذه المبادرات ونشارك فيها. شكرا لحضراتكم، بشكر ضيوف الشرف اليوم الدكتوره دلال علي. اهلا وسهلا، شرفتينا دكتوره قائمين في البرنامج. طبعا اسمحي اوجه الشكر الوطني الثاني المملكه العربيه السعوديه اللي انا عشت فيها عمري. طبعا ان شاء الله ان شاء الله نعمل من خلال حضرتك يا دكتوره دلال هنعمل ان شاء الله بروتوكول التعاون طبعا دي كل البلاد اشقاء العرب. واتمنى فعلا يحصل يعني تعاون في المجال الصحي لان يعني يحصل ان شاء الله في تعاون وهيزداد وازدهار. طبعا طبعا يا دكتوره. طبعا دكتورة شكرا دكتورة صابرين، شرفتينا دكتورة. شكرا لحضراتكم وشكرا لكل المؤسسات الحكومية اللي دعمتنا في مبادرة رد المعروف والقيادات التنفيذية، وكمان الشكر موجه للمؤسسات المجتمع المدني. أستاذة أشجان شكرا لشرفتينا. أستاذة أشجان متشكرة لحضراتكم لاستضافتنا. ربنا يخليك، اتشرفت بيكم ومتشكرة لاستضافتنا في البرنامج وليا الشرف إن أنا في مبادرة رد المعروف. ان شاء الله دكتوره امل انت شرفتينا النهارده، بس احنا برضو ايوه الدكتوره دلال الفريق ده قائم ان شاء الله. عايزه بس انوه ان شاء الله ان شاء الله حلقه جايه، بس هو اعتذر لاسباب يعني اسباب خاصه بيه الدكتور عماد سلامه اخصائي التغذيه العلاجيه، واستنونا حلقه جايه لان هي حاجه خاصه بالدايت، ولو ربنا السمح هيبقى معانا مطبخ، هيبقى معانا مطبخ في الحلقه ان شاء الله المره الجايه شيقه. حضرات الساده المشاهدين سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، نتمنى ان نحوز رضاكم، نتمنى ان نكون دائما عند حسن ظنكم، وان شاء الله لنا لقاءات تانية وانتظرونا السبت القادم باذن الله. شكرا جزيلا.